جهود متواصلة في وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة، حيث تم إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الشبو المؤثر عقليا. نعم، وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية مستمرة في تكثيف العمل وإحباط أي محاولة لتهريب المواد المخدرة وكذلك الممنوعات. جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات لوقاية الشباب والمجتمع من السموم القاتلة، بالتنسيق مع إدارة البحث والتحري الجمركي في الإدارة العامة للجمارك. تم إحباط تهريب 110 لفات مادة الشبو المؤثرة عقليا، وقيمتها السوقية في الكويت تفوق النصف مليون دينار كويتي. حقيقة هذه الضبطية وصلتنا معلومة من مصادرنا السرية حق أحد ضباطنا المجتهدين، صراحة صدرنا إذن في البضاعة في بناء على كلامه. طبعا نسقنا مع إدارة الجمارك اللي دوم صراحة ما تقصر ويانا، ولولا هذا التعاون كان ما نوصل إلى هذه الضبطيات، ودائما التعاون بيننا وبين الجمارك بالحدود البحرية هذا شيء معروف بين الإدارات خاصة في هذا المجال. ففعلا لما فتحنا الحاويات مليانة أخياش تبن، وقال لنا وبلغنا أن الكمية راح تكون في آخر الحاوية اللي هي آخر ربع من الحاوية، وفعلا طلعنا الكمية كاملة وتم تفتيشها وهذا اللي حصلناه. رصد بدقة كبيرة أي محاولة للتهريب وضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة الوطن والمواطنين. تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، وإحنا تعودنا على هذا القطاع بالضبطيات المتكررة من أجل الحد من هذه الآفة على شبابنا أولادنا تعاطي المخدرات، وبالتالي نهنئ هذا القطاع. هو في تعاون متجدد مع وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم إحباط محاولة تهريب مخدرات من نوع الشبو مخبأة داخل أكياس من الأعلاف قادمة من إحدى الدول الأسيوية. تعزيز الجهود والعمل على إسقاط أي محاولة للتهريب، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.